الخير على كل مشاهدي سي بي سي، وخصوصا اللي بيشوفوا الستات المحترمين اللي ما بيعرفوش يكذبوا. مساء الخير يا ام فيكي. مساء الفل. عامله ايه؟ الحمد لله الدنيا مطرت النهارده. ما ترى وشمس، جو بجد مش موجود في حته في العالم. يمكن لندن بيبقى فيها مطر وشمس احيانا وقت كتير، لكن الحمد لله على النعمه اللي احنا فيها. النهارده بنحب نبدا بالخبر الاجتماعي الاكثر تداولا على الانترنت. وقبل ما نقوله نقول ان تليفوناتنا الارضي 0900 9600 والموبايل 2626 والاس ام اس 92179، وطبعا هتبقى معانا طول الحلقه على الشاشه. الخبر اللطيف دكتور شعاع، دكتور شعاع دكتور في مستشفى 57، حاسس ان الاطفال بيبقوا شعرين بحزن جدا وهم بياخدوا حقن الكيموثيرابي. وكان في طفل اسمه محمود سامح زعلان جدا انه هيقضي عيد ميلاده في المستشفى وهو بياخد العلاج بتاعه الكيموثيرابي. فالدكتور الحقيقه ما رضاش يقول عن اسمه، لكن لبس لبس لطيف جدا وتخفى زي ما احنا شايفين. الدكتور هنا هو المريض، لفته لطيفه جدا يا مفيده من الدكتور الحقيقه. هو بصي، احنا عندنا دكاتره من الشباب الوعيدين بجد، الجمال اللي بيجمعوا حاجات كتير. وبعدين هي 57 مستشفى متميزه بصراحه، يعني افكارهم جديده، الناس اللي بيشتغلوا فيها حابين الشغل فيهم، احنا بنحييهم وبنحيي الموضوع ده. طبعا شيء جميل ولفته جميله، ونتمنى نعمل كده في كل المستشفيات مش 57 بس. نتمنى نخفف عن اولادنا او المرضى المهم بشكل جميل جدا. فاكره لما كان عندنا ضيوف مجموعه من الشباب بيروحوا المستشفيات، بيدخلوا السرور على الناس ويجيبوا لهم هدايا ولو بسيطه جدا عشان الناس ما يعرفوهمش ويروحوا يزوروهم. حياة كانت بتبقى لفته لطيفه، يا ريت نعممها. التوم نصيحة لكل زوج، كل توم ده بيتمزج بريحة العرق اللي بيعمل جاذبية عند النساء. دي دراسة في اسكتلندا عملتها جريدة أو مجلة فوكس الألمانية، وقالوا إن الستات بتحب الرجل اللي بياكل توم بشكل بس بنسبة خفيفة يساعد الرجل على الحصول على رائحة عرق خفيفة وجذابة للنساء. احنا طبعا احنا يعني أحسن ناس، يعني أنا عمري في حياتي مش مقتنع يعني إيه راجل يبقى عنده ريحة عرق فريحة عرق تبقى جذابه للستات. انا ما سمعتش دي، يعني ريحه عرق ياكل توم وبصل زي ما احنا بناكل. ان شاء الله يا رب ياكل مرق، بيغسل سنانه ولا بياكل سكر كل يوم وريحه عرقه. هذه دراسه انا لا اعرفها. ده غير طبعا ان التوم كمان قالوا برضو ان هو كمان معروف انه بيدي على الميكروبات وبيدي مناعه، ما هو بيطلعها في صوره عرق والحاجات دي. وانا بقى قال ايه علشان خاطر نغطي على الموضوع، يقول لك الستات بيحبوا ريحه العرق اللي فيها توم. هو ممزوج برائحة العرق الجميلة، ما في شاور يعني ولا الناس ما بتنفضش شاور؟ عرق ايه العرق؟ انا راجل يبقى ريحته عرق وتقولي جميلة؟ وعشان طب ما كلنا بناكل توم وده طبيعي بيحصل، بس احنا بناكل في الاكل لكن ناكل اقراص وناكل توم تزحلقيه كده على معدتك؟ لا ما يعني برضه ما احنا مش كلنا بناكل هذا الكم من التوم. طيب يعني احنا عندنا هنا قصدهم يقولوا كله كل يوم، يعني سبيسيفيكلي توصية كمان بيوصوا الرجال. احنا كده كده يعني بنحب اكل التوم واحنا عمانيين عنه، بس ما نروحش بيه ساعه الصلاه يعني. ياكل توم يفطر التوم المتين والبصل المتين ويروح على الصلاه يعني يؤذي المصلين؟ لا. عندنا ايه النهارده؟ موضوع طبعا يعني ما بين مؤيد وما بين معارض في مجتمعاتنا، هي بالذات الشرقيه اللي فيها تحفظ بيبقى صعب جدا تسمع بنتك بتقول صاحبي الانتيم انا بحب واحد، وهي لسه في المدرسه صغيره في سن المراهقه، انا بحب واحد وحلم حياتي اتجوزه بس. والتسميه نفسها يعني صاحبي يا بنتي وانتمها، ده تسميه احنا بنقبلها في مجتمعاتنا ولا لا؟ اعتقد كتير مننا بيبقى متحفظ شويه في الحته دي. ممكن الام تسمع شويه من بنتها انا بحب واحد في المدرسه، يا حبيبتي طيب، وابتدي تسمع منها طب شكله ايه وبتاع، لكن ساعه الجد بص تلاقيها انت رايحه فين، عامله ايه، بتخرجي ازاي، بترجعي ازاي. مجتمع طبعا متحفظ جدا. انت ايه رايك في الموضوع ده؟ ايه بنتي وانت؟ انا شايفه ان مجتمعنا متحفظ على قد هو مجتمعنا مش عايز يخرج بره صندوق ان ما ينفعش الكلام اللي احنا بنقوله دلوقتي. احنا دلوقتي طالما ارتضيت احنا كامهات ان احنا ندخل ولادنا مدارس مشتركه، فلازم نبقى احنا كمان عارفين اللي هيحصل مقدما. كان زمان ابهاتنا وامهاتنا لما كانوا بنروح، انا كنت بروح مدرسه بنات بس واخويا مدرسه ولاد بس، فكان لما تيجي ماما تقول لي اياك اشوفك بتكلمي ولد، فكان ده طبيعي لان انا في المدرسه كل اصحابي بنات. صحيح. وحياتي كلها مش شايفه فيها العنصر الذكوري موجود غير في ابويا واخويا. و
اتزحلقنا زي ما قلنا وما عرفناش نتعامل مع الجنس الاخر، وكان لينا غلطات كتيره جدا اثر على حياتنا وعلى فشلنا في حياتنا الزوجيه وعلى ان احنا ما عرفناش نقيم، وطلعنا جيل زي ما انتم بتسموه مؤدب وليه قيم وكل حاجه بس مش بيعرف يتصرف. الجيل اللي جاي ده او الجيل الموجود ده، احنا رضينا ان ولادنا يخشوا مدارس فيها اولاد اللي قاعد جنب البنت ولد وبيتعامل معاها وهي بتتعامل معاها على ان هو صاحبها واخوها وزميلها واوقات كتيره كده زيها زيه ومفيش اي فرق، لان ده اللي احنا عمالين نقوله يا جماعه، احنا لازم ننشر مبدا ان البنت زي الولد مش كماله عدد وان مفيش فرق بينه وبينهم. فبالتالي لما نيجي نفتح موضوع ونقول احنا مفروض نرفض حته ان بنتي تحب زميلها في المدرسه او يبقى عندها احساس لزميلها، يبقى انا بضحك على نفسي، يبقى انا بضحك على نفسي. وليه كمان انا من الناس اللي لا، لو البنت جت اتكلمت وقالت والله انا في مشاعر، انا عندي من الخبره الكفايه وقوه الذكاء الكفايه ان اتعامل مع الموضوع. بس انا كنت هسالك فيه، انت هتقبليها الراجل يقول لك ابني صاحب لكن يتخض على بنته، انا ما بقولش والام بتصاحب بنتها وتسمع منها لكن تتخض على بنتها، ليه؟ خلينا نقسم حوارنا، بنتخض احنا حوارنا بنتكلم عن يعني صداقه التين ايجرز في المدرسه. احنا زي ما بتقولي يدخلوا مدرسه، زي ما بتقولي كلنا عملنا كده وبندخل مدارس مشتركه. دلوقتي تيجي تقولي لها ايه صاحبي دي، هي بتتخض منك اما تقولي لها ايه صاحبي دي يا بنت، ايه صاحبي ايه انت مش عارفه. طبعا احنا لا يعني يا بنت ومش بس ما تجيش بقى انت تقولي لها لا ما تجيبيش سيره الحب، ما تتكلميش عن الحب. انا عايزه اقول لك على حاجه، انا نقطه ان احنا ندخل ولادنا مدارس مشتركه دي خلاص منتهيه. انا ما بقولش ما تخضيش على بنتك لو جت قالت لك يا ماما انا عندي مشاعر لزميلي، بالظبط انا ما بقولش كده خالص، بالعكس نتخض، بس احنا بنحاول نشتري دماغنا ونحاول نوفر على نفسنا مجهود اكسترا احنا كامهات لازم نعمله لما البنت تيجي تعمل كده. فاول حاجه بنعملها ايه؟ قفل غابتي كمي، زي ما احنا اتربينا قبل كده انك لا وممنوع وما تروحيش وما تجيش. الاكسترا افورت اللي مطلوب بقى من كل ام لما تيجي بنتها تقول لها كده ايه؟ طب اسمه ايه؟ طب بيعمل ايه؟ عملتي ايه النهارده؟ ايه اخبار فلان؟ هتخرجوا مع مين؟ طب والله يا فلانه انا وانتوا خارجين ده انا هعدي عليكم، اصل انا مش صحيح. المجهود الزياده ان احنا كامهات لازم نعمله في لازم التجربة تبقى دي عندها الام عندها حكمه عندها سياسه بالزبط. الغضب ممنوع، لان لو طلعت في وشها في الغضب هي مش هتحكيلها تاني على حاجه. بيتخضوا لانه مش عايزين يعملوا الاكسترا الشغل، ويمكن رياكشن بيبقى شديد جدا. اولا في نقطه مهمه جدا كمان لازم نبقى كلنا عارفين، واحنا كلنا امهات وجربنا التجربه دي، احنا لازم كامهات من ولادنا احنا دخلناهم مدارس مشتركه لازم نقول لهم الحقيقه الفاكتس، يا جماعه يا بنوته يا فلانه مفيش حاجه اسمها حبيبتي حب، اللي هتحسيه وانت عارفه انت عندك خبره، اللي هتحسيه بينك وبين زميلك ده مشاعر غلاوه صحوبيه زياده، لكن الحب ده هتحسيه بعد الجامعه. لما نحط الرولز دي على الارض وما نتكسفش نكلم ولادنا في عليها ونقول لا اصل لسه بدري ولا اصل لسه صغيره ولا اصل ما فتحش عينيها، هم هيفتحوا لا يبقى كده بنضحك على نفسنا. المجتمع طبعًا بقى منفتح طبعًا جدا كمان، ما ينفعش نعالج الموضوع نقفل الحوار، ما ينفعش انما بالزبط. نفتح حوار بشكل عاقل وبسياسه وما ينفعش في امهات كتيره، واحنا كان امهاتنا من ضمن الناس دي اللي هم متاكدين ان ما فيش قلق في الموضوع، لان لا انا بخرج ولا انا بروح في حته ومدرستي مدرسه بنات زي ما بتقولي. ده كان لما انتهى. ولد يعدي قدام مدرسه البنات تبقى يعني كارثه، واقف ليه هنا وبيبص على البنات ليه؟ كان كله احنا كنا في زمن لما نقف في البلكونه واخويا واصحابه بيلعبوا ماتش كوره في الشارع عيب. طبعا طبعا، لان انت واقف في البلكونه بتعملي ايه؟ دلوقتي بيضحكوا على الحاجات دي. احنا النهارده انت لو رحتي قلتي حد من بناتنا ولا اولادنا انتوا واقفين بتعملوا ايه؟ اكيد اكيد هسمع رد مش انت قديمه قوي يا مامي والحاجات اللي بتتكلمي احنا النهارده دي مشكله. بس على فكره المشكله مش ولادنا، المشكله اللي احنا بنكلمها النهارده وبنناقش فيها النهارده مشكله احنا محتاجين نتعلم نعملها ازاي، نتعامل معاها ازاي، ما بين معارض وما بين موافق. الموافقين نفهم وجهه نظرهم، طب انتوا لما كنتوا في المواقف دي عملتوا ايه؟ اللي مش موافقين طب انتوا خايفين من ايه؟ ايه اكتر من اللي احنا اتربينا عليه؟ يعني ما احنا اتربينا على كده. والموافقين موافقين ليه؟ عايزين نفهم النهارده. طبعا دايما كل سبت بيبقى فيه كروس فاير بين فريقين، فريق مؤيد للفكره وفريق معارض. عايزه تقولي فكره تانية؟ لا في اوقات عشان بس كلام ما يتفهمش غلط، ان في اوقات امهات بيبقوا عارفين ان بناتهم او بناتاتهم عندهم علاقات واصحابهم وبتاع، الكسل في ان انت تخشي
بمراخيرك الامهاتيه باسلوب معين عشان تعرفي العلاقه دي واصله لفين. مفيش كسل، لازم تعرف كل ابن مين وابن ناس ولا لا، والاسره شكلها ايه، وتصاحب مامتهم ابن ناس دي بدري قوي. وتبقى عارفه بيخرجوا زي ما قلتي مع مين، قاعدين في وسط جروب ابن لطيف ناس وبتاع، دي بدري قوي عليا. وهنا دي ان انا لازم اقول لكل ام، انت خلي الولاد في سن ال 18 والكلام ده، ده حلم، ده حلم عذري جميل عفيف، حلم حب أيوة. جميل. انا بقى، ما هو انا بقى دوري هنا، انا النمله اللي بنخور. يعني انا كام هنا ابقى انا عارفه كويس قوي ان دي 18 سنه عن بعد، وتبقي عارفه ان ده موضوع هينتهي بالزبط. هينتهي 18 يعني. سنه يعني لا فينا جواز أصغر. ولا في حب أصغر ولا في كلام. طب اوجهها ازاي؟ بتكلم على 11 12 سنه كمان يا ماما. في بقى امهات كتير جدا بيبقوا عندهم الخمس سنين وتروح لماما تقول لها انا بحب ادهم زميلي في الكلاس. طبعا من كي جي يا حبيبتي، واحنا بنبقى مبسوطين ولان احنا مش حاسين بالخطوره. لكن لما امتى بنحس؟ بنحس لما 18 سنه. طب ما احنا سايبين من وهم خمس سنين، ما ينفعش نيجي نقفل عليهم الباب ونقعد ونقول لهم لا وحرام وعيب. لا في صح. طريقه اخرى للنقاش لازم نتعلمها. فريقين النهارده في كروس فاير ما بين اللي موافق وبضوابط، وانا معاكي ان فريق يعني موافقه بضوابط، لكن انا هناقش الرافدين ونشوف الرافدين رافدين ليه. خلي بالك الفريق اللي بيرفض معانا النهارده احمد يحيى ومحمد وهدان ومحمد حسين. مش شرط ان وجهات نظرنا بتنقل اللي احنا او مش شرط فريق ان احنا نتكلم مع فرق معينه او فرقنا اللي احنا بنختارهم ان هي دي بتمثل وجهه نظرنا. ممكن كل واحده فينا تبقى ليها وجهه نظر مختلفه خالص، لكن احنا بناخد الوجهتين النظر وبنتكلم معاهم كاننا بالظبط جوه الكيس عشان نحاول كلنا نفهم مع بعض. بنتبنى وجهتين نظر في المجتمع مختلفين. هنا زي ما هي قالت معاك يا مفيده، معترض انا مع الفريق اللي لا، ليه لا بنتي ما يبقاش عندها صديق واصدقاء وفي الاخص احنا مش برضو في الاصدقاء مش بوي فريند، عشان بلاش نلون الحقائق. احنا بنتكلم على لما بنتك تيجي تقول لك انا بحب زميلي، ان يبقى عندها حد بتحبه، هل ده صح هل ده غلط؟ الفريق اللي مؤيد وموافق على الموضوع ده الفنانه نيفين محمد، حنان خواسك كاتبه صحفيه، وهبه حسين موجودين معانا. طبعا هتكون معانا ايناس انس في ضيافه الاستاذه نور شمس من مدينه نصر، وهنسمع اراء ضيوفها ان شاء الله اللي هيشرفونا ويسعدونا باستضافتهم للستات. معانا ايناس، مساء الخير يا ايناس. منى مساء الخير يا مفيده، وحشتوني قوي، ومساء الخير على كل برنامج الستات ما بيعرفوش يكذبوا والسي بي سي. احنا فعلا في ضيافه الاستاذه نرمين شمس وبنتها ايه الديدي ونور الديدي وزينه عبد العال، واراء مختلفه جدا في قصه انتيم بنتي، هنشوفها لما تبدا الفقره. اهلا وسهلا ان شاء الله. شكرا يا ايناس، وشكرا مدام نور شمس. وعندنا كمان الصور بقى، المنشن تحب تبعت منشن لمين بيتعذب في الاسواق وهو بيمشي مع مراته او هي تشتري حاجات او بينتظرها كتير جدا سواء في العربيه او في المول. مجموعة من الصور بتجسد معاناة الأزواج أثناء انشغال زوجاتهم بالشوبينج. شايفين شايل البيبي كويس، شايل البيبي والله. غطوني وصوتوا، غطوني وصوتوا. ده طبعا زعلان عشان الفاتوره اللي هيدفعها، مش عشان حاجه يعني، مش انتظار. لا بص كلهم شايلين واحد مات، ده مات. ده ده او ماي بابا، ده مات وجات له الفاتوره. الستات عندها هيستيريا الشوبينج، وده يا رب استر، يا رب استر، يا رب استر، يا رب. تحب تبعت المنشن لمين؟ مين ست بتعمل عندها هاوس الشوبينج وبتوقف جوزها بالطوابير، وغير بقى الوقفه عند طابور الدفع، يعني انت تتعبي تشتري ويقف يتعب ويصرخ من الفاتوره. ابعتوا صوره لحد بتحبوه عايزين تقولوا له حاجه. المطبخ النهارده، المطبخ معانا النهارده سعاد ايه ابو عمري، ابو عمري، ابو عمري، ابو عمري، ابو عمري، هو يبقى ما هي تونسيه اكيد، مغربيه. اهلا وسهلا بسعاد. سعاد عامله لنا كلماري محشي باللحمه المفرومه وجلاش بالخوخ. الله، بالخوخ والقراصنة. ده شغل مغربي محشي على كبير يا جماعة. جلاش بالخوخ والقراصنة، معانا شغل مغربي على كبير. اوكي اسمحوا لنا نطلع لفاصل ونلتقي بضيوفنا. صديق بنتي، موافقين ولا رافضين؟ وفريقين النهارده معانا كروس فاير محترم جميل. بعد الفاصل الابراج حقيقه ولا لا؟ لا، موضوع الابراج ده يعني لا، مش حقيقي. قريت ان انا اليوم بتاعي متشائم وفي حوادث، كنت سايقه عملت حادثه. انا طبعا معارض ومعارض بشده. مش مقتنعه ان انا اقدر اقسم نيات المليارات ل 12 فريق يبقوا 12 زي بعض. ايه وجه اعتراضك على موضوع الابراج ده؟ انت برج ايه؟ البرج انا بحسه مفتاح. ازاي؟
اقدر اربط مصير علاقتي بشخص سواء ولد ولا سواء بنت بان انا ببقى عايز اعرف صفات برجه ايه. موضوع الابراج هذا احنا انا بمشي على علم الشخصيات. انا مالي بموضوع ان هو الغيب او علم الغيب. الابراج دي ليها علاقه بالفلك. بعض الشخصيات اللي مولوده في يوم واحد ليهم صفات انسانيه واحده. ما اقدرش اطبق العلم ده على الناس كلها. بنبدأ حوارنا الممتع والشيق جدا ونحن في انتظار وبقالنا كتير مع وزير الإعلام الأسبق والنائب البرلماني أستاذ أسامة هيكل. اللي ما كانش بيخش كان بيطلع يهاجمنا. نحن في برنامج اسمه الستات ما عرفوش يكذبوا، فخلينا نتفق ان احنا مش هنكذب. مفيش برلمان في العالم بلا أغلبية. هو ليه احنا ما عندناش محطة إعلامية إخبارية محترمة مع ان كل المحطات العربية الكبيرة قايمة على مصريين؟ لسه في مصر ما تشكلتش الأحزاب اللي هي تاخد الأغلبية الكبيرة بالشكل ده. المجتمع المصري في الخمس سنين اللي فاتوا حصل فيه استقطابات سياسية كثيرة. إعلام هي تجارة تأثير. الستات ما بيعرفوش يسكتوا. طبعا. مشكلتنا النهارده جوزي بيغير مني. المرتب بتاعي اعلى من مرتبه. وهو مستقر في شغله ولا في مشاكل؟ المستوى الاجتماعي شويه اعلى منه. لغه الجسد بتاعته معاها يعني فيها ايه مشكلتها؟ ما حاولتيش انك انت تبتدي تقعدي تتكلمي معاه؟ يبقى عصبي؟ ما كانش عايزك تاخدي بوزيشن اعلى في الشغل. اتغير علشان هي بقت احسن منه. مش عايزني اشتغل. في استفزاز، في رد منك. بالتأكيد الحصول على فرصة عمل موضوع مش سهل. اتعرضنا لأزمة مالية. جت منين فكرة انك عايز تعملي مشروع اكل؟ اكلك حلو ونفسك كويس، طب ايه رأيك نعمل المشروع ده؟ احنا عندنا شباب فكر بره الصندوق وعمل حاجات جميلة جدا. ازاي اخلي حياة امهات اسهل؟ الامهات اللي ما عندهاش اماكن تفسح فيها اولادها. بالظبط، انت عايزة تخرجي اولادك النهاردة فانت مش عارفة تخرجيهم فين. انك تعمل الفكرة دي جت ازاي؟ هو ابلكيشن على الموبايلات. افكار تانية لتطوير بيقول لك احنا ستة شركة في بيقولك دوت كوم. معانا كونسولتو من أكبر الدكاترة. كل سنة بتقل نسبة الإصابة 4% بأورام القولون عن السنة اللي قبليها. هتدينا فكرة عموما عن يعني أعراض سرطان القولون. أعراض أورام القولون بتتشابه مع أي أعراض عامة. رابع ورم في الاكثر شيوعا. اللحوم المصنعه من الحاجات اللي ممكن تسبب موضوع سرطان القولون. ورم السرطان مش حاجه بتحصل عشوائيه بدون مسببات. بالظبط. عنده كانسر يبقى على طول بيتخيل انه لازم يتشال. احنا متنا في الاول وفي النص وفي الاخر. انيميا عرض وليس مرض. توافقي او توافق لما بنتك وهي صغيره لسه في المدرسه 11 12 سنه سن مراهقه وتيجي تقول لك انا بحب زميلي في المدرسه او ليا صديق انتيم بحبه، توافق ولا لا؟ ويا ترى انت لما كنت انت صغير برضو كنت بتصاحب وكنت ليك صديقه ولا لا؟ موضوع مهم جدا واسئله نعمل كتير. نعمل ايه فيها النهارده؟ زي كل يوم سبت بيبقى فيه كروس فاير معانا فريقين ما بين مؤيد وما بين معارض. الفريق الرافض او المعارض هيكون معانا الكاتب الصحفي استاذ احمد ناصف استاذ محمد همام استاذ محمد حسين. اهلا بيكم. والفريق الموافقين الفنانه نيفين محمد، ازيك نيفين؟ والكاتبه الصحفيه استاذه حنان حواسك وخواسك والاستاذه هبه حسين. منورين، اهلا بيكم. منورين. مفيده هتبدا تبداي مع الفريق الرافض. رافض ليه؟ لا انا مش هتكلم. انا استاذ احمد انت خريج كليه اعلام، تمام صح كده؟ مدرستك كانت بنات ولاد في الابتدائي؟ بنات واولاد. اه. والاعدادي برضو بنات واولاد، لكن الثانوي بنين بس. الثانوي بنين. اه. ده طبيعه المدرسه ولا هم باباك ومامتك؟ لا لا لا، طبيعه المدرسه. طبيعه المدرسه. من في مرحله الاعدادي ايه بقى، مين اللي كانت موجوده؟ والله هي كان الموضوع انا من دمياط اصلا. اه. فالموضوع عندنا طبيعي خالص يعني. برضو ما فيش يعني احنا مدينه بس مش موضوع اللي هو الفلاحين بقى وال لا انا بقى كانت الدنيا متفتحه طبيعي خالص. كان في ولاد وبنات اصدقاء قاعدين خالص، ناخد مع بعض دروس عادي خالص. كان الموضوع ما فيش فيه يعني اللي هو ولد ولد وبنت بنت. كان في برضه تآلف عن طريق يعني اخوات. بس دايما كان فيها في حد زياده. لا مش قوي في الاعداديه، مش قوي في الاعداديه. في الابتدائي
ولا مش للدرجات دي. طب ايه ممكن يعني ثانوي واحد بدا يفهم بص ويكلم كده يعني. في ثانوي انت ابتديت تبص وتفهم على الرغم هم مش معانا يعني. على هم مش موجودين معاك. طب بس قدرت انك تكلمها؟ لا برضو في يعني واحد كان بيخاف من يعني المشاكل وكده فكان لا طبعا. وهي ما كانتش تقدر تقول طبعا لاهلها؟ طبعا لا. اها طب ومع ذلك انت رافض مبدا يعني انت نفسك عشت الاحاسيس دي تمام وعشت التجربه دي وانت دلوقتي من الفريق اللي بتقول لا انا تمام. بنتي مش هسمح لها انها تيجي تقول لي في يوم من الايام والله انا بحب زميلي حتى ولو انت بينك وبين نفسك متاكد ان الموضوع ده مش هو حب لازم بس هم المعاني بتاعتهم متلخبطه تمام لازم واجب على الاب والام طبعا يوضحوا للابناء مفيش حاجه اسمها لا 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 ليه واه ليه وطبعا بس انت هنا لا انت رافض انا رافض طب بس انت جت قالت لك انا عايز هيبقى في عيب عندي انا لازم افهمها ايه بقى عيب في التربيه ايه بقى ايه الضوابط إيه اللي هتفهم ما حضرتك لازم افهمها حضرتك ان يعني لكل مقام مقال ولكل سن برضو حضرتك في تفكير معين تمام ونفهمها بالراحه ان الحب ده زي ما حضرتك قلت في الانترو بتاع البرنامج ليه ميعاد معين ليه توقيت معين تمام. نكبر وقت الاعداديه في طبعا مشاعر مختلفه احاسيس طبعا خارج عن اراده اي طفل او اي بنت في التوقيت دوت انا متفقه معاك جدا انت المفروض تيجي هنا ماشي بس انا يعني في الاخر خالص وصلتك على الاخر لا حضرتك اخرت احنا لسه لسه ان انا رافض ان في الانتيم الانتيمه بتاعتي او صاحبتي انها تبقى ست اللي هم حضرتك بيبقى بنت وولد الاثنين مع بعض ما بيفرقهمش الا يعني ناقص كل حاجه يعني مكتمله الا ان يبقوا تحت سقف واحد طب ده بنشوفه موجود ليه معترض؟ بيخرجوا بيشربوا بيذاكروا مع بعض بياخدوا مع بعض بيشربوا ده بيشربوا مع بعض لا انا ما بكرش في الشغل انا بشرب بيشربوا كل حاجه مع لا. بعض لا لا احنا بنتكلم في زاويه ان اللي انت بتقولها دي ان انت رافض ان يبقى لبنتي انتيم ولد بتتعامل معاه لانه صاحبها صاحبتها البنت ليه لا ده غلط غلط ليه هيؤدي بينا الى طبعا مشاكل كتير وانتشرت حضرتك وتربيتك لبنتك هتكون فين ما ده اللي انا بقوله حضرتك انا واثق من تربيتك ده موجود حضرتك موجود دلوقتي بيحصل في مصر موجود انه موجود واجب موجودين ايوه وبدات في انتشار انت عندك اولاد دلوقتي انا عندي لارا ايه العيب فيهم خمس سنين ويحيى ثلاث سنين احمد ايه العيب فيهم ايه العيب في اللي انت بتقوله انا عارفه ان في بنات كتير عندهم ولاد انتيم بيعتبروهم كانهم اخواتهم تمام. وطالعين واسرارهم وتليفوناتهم وانا شايفه ان مفيش في مشكله احنا خايفين من ايه خايفين من ايه السينما قدمت لنا نموذجين انا حافظهم جمال جدا استاذ عادل امام في مرجان احمد مرجان اكيد كلنا شفنا قال له ايه دول قال له دول انتمين من التنين مع بعض والباشا تلميذ الفنان كريم عبد العزيز بيتهيألي دول نموذجين دول بيحصلوا من ناحيه انت حضرتك شفت الفيلم كريم عبد العزيز شفت كان بيحصل ايه ما هي اتجوزت في الاخر الراجل لا بس شفتي اللي كان بيحصل حضرتك اثناء الجامعه ايه أيوة. قبل دخول طيب احمد يعني عمي. انت هنا بتلقي اللوم على الولد والبنت لا 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 والاهل يا ريت الاهل ما الاهل كان كلهم اهليهم انت خايف فانت مانع ولادك إن او بنتك انها تعيش التجربه دي عشان انت محسسني مش انت كاحمد انت كولي امر مش قادر تاخد دورك اللي المفروض تعمله انك تاخد بالك من ده كلام مظبوط حضرتك طيب وفي المشاهد في الفيلم كانت واضحه لا انا مش دعوه انا بتكلم عليك انت او كيف الطبيعه فانا بقول عليك لازم الاب والام دول رقم واحد في البيت طيب احنا نرجع لكم تاني بس نسمع حد من الموافقين نبدا باستاذه حنان حنان في رايك يعني انت موافقه رافضه موافقه ليه يعني موافقه يعني ده بنت برغم من ان 15 سنه 25 ايوه انا كنت هرجع حضرتك لانه دكاتره علم النفس بيقولوا انه في 26 25 بتنضج البنت تقدر تفكر لكن لو جات لك وهي صغيره او اكيد مرت بالمرحله دي وتجي لك وهي صغيره تقول لك انا بحب واحد معايا في المدرسه بتنهاري وتغضبي وكده ولا في سياسه وفي حكمه في الموضوع ولا مرفوض تمام عملتي ايه انت بتجربتك الشخصيه يعني ما كانش كتير قوي ده في حياتنا لان بنتي يعني من وهي صغيره بتعمل عمره وحاجات يعني فاهمه عايشه جو ديني ففاهمه كويس متحفظ. يعني مش متحفظ بالدرجه يعني لا يعني وسطي ومدرسه مشتركه ومدرسه فيها؟ مشتركه آه. على فكره هي زمايلها انا بس بفتكر دلوقتي هفتكر فيلم تاني غير الاستاذ احمد قاله امبراطوريه ميم كانت سيده فاتن حمامه بنتها بتقول لها هجيب صاحبي في الحفله قالت لها اسمه زميلي مش صاحبي ف من يعني
حصل بقى ايه فجوه كبيره او تغير كبير، لكن بنتي من الاول عندها زملاء بتعتز بيهم لغايه النهارده. يعني انا قريب قوي قلت لها، يعني من كام سنه قلت لها ده شاب لطيف، يعني ليه ما ترتبطيش بيه؟ قالت لي يا ماما اخويا، اخوها هما بيبقوا شايفين ده زميلي اخويا بالظبط، خصوصا لو كان معاها في كلاس بيبقوا قد بعض، هي شايفاه ده اخوها اللي قدها ومش هتبص له كده، لكن خالص لو بصت لحد كبير شويه. لكن انت تعاملك معاها في الفتره بتاعت سن المراهقه لما كان دخل او دخلت ليكي في بيتك وفي علاقاتكو صاحبي او زميلي يا ماما، لا ما حصلش ده انه يجي مثلا بيت او يفرض علينا او حاجات كده. ليه؟ صديق في النادي؟ لا احنا ما عندناش. ليه يعني؟ لا ما فيش كده. احنا صديق فين؟ في النادي؟ في النادي ممكن، في النادي يعني يتكلموا ما اعرفش ايه، لكن بضوابط. يعني انت ما تسمحيش ان هي تقعد مع حد لوحدها او كده؟ لا يعني خلال هو انا وباباها واخوها، يعني الجروب كله المجموعه كلها ما تسمحش. ليه؟ هي كمان ضميرها. انت كأم ما قلبك ما حسيتيش انك انا واحده عن نفسي انا عصبيه؟ لا مش عصبيه، لا خالص خالص. انا احب ابقى عارفه الوجوه في حياه ولادي، مين الشخصيات اللي بنتي بتتعامل معاهم، احب اتعرف على اصحابها بنات وولاد. عمرك ما جالك الاحساس ده، الفضول ده؟ ده هو عندي لغايه النهارده. ومع ذلك عمرك ما عملتيه؟ ما عملتش ايه؟ اني امنعها عن حد؟ لا، انك تقول لهم تعالوا اتفضلوا اهلا وسهلا في البيت وتقعدوا معايا اولاد وبنات وييجوا يعملوا بروجكت في ال بيجوا البيت. ده موضوع تاني، البروجكت ده هنقعد مع بعض بقى. هو صبيان ملهوش، لان هي ملهاش يعني اصحاب صبيان اللي هم يعني قدروا يجوا البيت دي كتير. ما حسستيهاش يا حنان ان الليله يا حبيبتي اعزمي الولاد والبنات اهلا وسهلا بيهم ويقعدوا وييجوا ويعملوا بروجكت في البيت؟ ما تجاوبيش مفيده لما نطلع الفاصل، لان مهم جدا نسمع بقيه الاراء كمان معانا وضيوفنا النهارده. والكروس فاير ابني او بنتي ليها صديق، اعمل ايه من طفوله من سن المراهقه، نعمل ايه بعد الفاصل؟ لسه بنكمل في كروس فاير جميل جدا، في ما بين مؤيد ومعارض، ناس موافقه ان بنتها تيجي تقول لها في سن المراهقه انا بحب ولد في المدرسه معايا، وناس رافضه بشده جدا. طب انت كمان، انت كراجل ليه بتسمح لنفسك ان انت تحب اثناء المدرسه وتصاحب، وساعه ما اختك يحصل بقى مشكله عندها او شفتها بتكلم ولد زميلها بتعمل مصايب، ده محمد اللي هيقول لنا عمل ايه، لان محمد اخو هبه واحنا مخلينها مفاجاه. محمد عملت ايه وانت حبيت في المدرسه، ولما هبه بقى انت شفتها بتكلم حد عملت مشكله كبيره مع ماما وبابا؟ رحت فتنت عليها. احنا خلينا متفقين بس ان يعني اي علاقه بتكمل بعد الجامعه. طبعا زي ما حضرتك قلتي انا معاك تماما، لان فعلا واي علاقه حب حقيقيه اثناء الجامعه او بعدها فيها نضج يعني. وانا برضو هستفاد ايه لما اكون بحب واحده 7-10 سنين وفي الاخر ما اتجوزهاش؟ هتقلب تبقى اختك رسمي بعد الجواز وهتطلق. وانت حاطط لنفسك الضوابط دي؟ يعني انت لما حبيت واحده اكيد في المدرسه اكيد حبيت، كنت في المدرسه مشتركه في الجامعه ومفيش مشكله في الموضوع، بس انا اتعلمت من موضوع اختي لما لقيت الموضوع. احكي لنا بقى ازاي انت الاول يعني حبيته انت في المدرسه؟ انا حبيت عادي، انا كاي ولد عادي حبيته ومفيش مشكله. ايوه بصوا كاي ولد عادي الموضوع بيفشل. في يا حبيبي انت ولد عادي بتحب مين؟ بحب بنت عاديه برضه. البنات موجودين برضه، ما هو انت ولد عادي وهي مش عاديه، ما هو مفيش مشكله، بس انا دلوقتي لما يعني افضل احب في واحده وفي الاخر مش هتجوزها، انا ما استفدتش حاجه وهي برضه ما استفدتش حاجه. لا انت مالك؟ مش مالي، انا ببقى كسرت قلبها. طيب بس في مشاعر بريئه يعني انت. طب هكمل بس الحكايه وبعدين نكمل الموضوع. انت بتخاف ليه؟ هل زي ما بيقولوا يحكي بس الحكايه؟ حاضر هسمع الموضوع. دكاتره العلم النفسي بيقولوا البنت بتحب حب عفيف جدا والولد بيبقى ليه نظره ثانيه، يعني دماغه مش في اي حاجه خالص. فكره موجوده ان هو يبص على موجوده بس مش في كل الشباب. انا واحد عشان كان عندي اخوات بنات فكنت دايما زي ما تقولي بتقي ربنا ان مش بالظبط مش هعمل بالزبط حاجه غلط عشان اخواتي البنات ما يحصلش فيهم حاجه غلط. وده مفهوم جميل. ممكن افهم انت عملت ايه في اختك؟ ما انا هفهم عشان انا لغايه دلوقتي ما فهمتش حاجه. فهمنا بقى. دلوقتي موضوع اختي ان هي كانت مرتبطه بواحد زي معاها في الجامعه، فالموضوع انا كنت عارف بس عامل ان انا مش واخد بالي عشان برضو يمكن يجي يتجوزها، فقلت خلاص ما فيش مشكله اتكلم معاها. يا هبه ما فيش، احمد ما جاش
ان هو الموضوع طول قوي، ممكن يكون وصل لخمس سنين. هي بقى اتخرجت وخلاص ابتدت تكبر بقى، ولقيت ان الموضوع انا خلاص بقى رفعت الاريال كده. اه انت من وجهه نظرك ايه ده؟ من وجهه نظرك، من وجهه نظرك ان انت كده رفعت الاريال لمجرد ان الولد ما جاش خطب اختك بعد الجامعه. انا هستفاد ايه لما يكون مرتبط بيها وما فيش جواز؟ انت مين انت اصلا؟ أنا أخوها. ده هي انت اخوها، هي صاحبه المشكله. انت هي ما كانتش خايفه على نفسها. مفيده داخله فيكوا يعني جامد. فبعد كده انا شفت ان انا المفروض ان انا اتدخل، ان انا خايف عليها ان هي خلاص الموضوع. روح كلمه، مش تروح تقول لباباك ومامتك الموضوع. اتكلمت مع ما بص الموضوع جه ازاي بقى، فتنت ازاي ان هي قلت لها يا هبه احمد ما جاش البيت بقاله كتير وانتوا طولتوا مع بعض والعلاقه مش هينفع تتم. راحت قالت لي اطلع بره. اطلع بره يا بنتي، انا اخوكي انا بكلمك. لا اطلع بره مالكش دعوه. طبعا رحت طبعا اتعصبت عليها، خدت الموبايل، طب مش هتكلميه تاني. لقيتها هي بتقول يا بابا يا ماما، فاحنا شقتنا بدورين. فراحت طلع بابا وماما طلعوا يجروا فوق، في ايه في ايه؟ رحت قلت لهم بقى دي هبه 1 2 3 و عملتي ايه يا هبه بقى؟ احكي لنا انت، كملي القصه. عملتي ايه؟ حتى علقه. لا مش معقول. ودلوقتي ارتبطتوا ولا ما ارتبطتوش؟ اه لا احنا متجوزين دلوقتي. ده جوزك بقى دلوقتي. هو اسمه ايه؟ هو احمد. احمد، طيب كان في يعني انت حاطه لنفسك ضوابط في التعامل مع احمد ولا ايه؟ يعني هو برضو اي شاب بيبقى قلقان على اخته. طبعا انا مش هقعد كل الفتره دي مع حد انا مش واثقه فيه. يعني ايه اللي خلى احمد كل الناس كل الفتره دي يمشي الوقت قد الظروف؟ انت ما رحتيش قلتي لاخوكي لمحمد والله يا محمد عنده ظروف فهو مش هيقدر يتقدم دلوقتي بس هيتقدم في يوم كذا او وقت كذا؟ حصل بينكم الحوار ده؟ الكلام ده حصل بقى ايه؟ اول ما انا خدت الموبايل وخلاص بقى خناقه هبه مع اهلي خلصوا، راح احمد اتصل. رحت انا رديت عليه. قلت له يا احمد حصل، كلمته بعقل جدا ما اتعصبتش. مش معناه انا كنت شفته قبل كده يعني عرفتك. قلت له يا احمد انا دلوقتي في 1 2 3 ان هبه حصل معاها الموقف اللي حصل ده وانت مش هينفع تكلمها تاني. انا بكلمك بكل ادب واحترام، هي مش تنزل للشارع تاني وما تحاولش تتصل بيها، انا هشيل كل وسيله ان هي تعرف تكلمها فيها. مش عايز تيجي تتجوزها خلاص يا احمد انسى هبه. استاذ محمد، هو مين قال لحضرتك انك صاحب قرار اتخاذ القرار واداره شؤون حياه اختك لمجرد انها اختك؟ بابا موجود؟ لا بابا موجود الحمد لله. بس انا يعني عشان انا على فكره انا قريب منها، انا هي برضو صاحبتي ومفيش مشاكل. بس لما تلاقي الموضوع طول فبتبقى انا بتخنق. سهير هبه مش عايزه ترد، فاحنا بنتكلم مع محمد فارجوكي يعني احنا عمالين نقول لهبه وهبه مش عايزه ترد. يا استاذ محمد انا عنده راي. انا عايزه ممكن يقعد هنا بس امسك نقطه منها. لو كان قدر الله فعلا ان هو ما اتجوزكيش كان ده هيسبب لك ايه بعد كده؟ لا انا كنت واثقه فيه 100%، يعني انا مكمله كل ده انا كنت واثقه فيه. وهو اصلا من الاول يعني ارتباطنا كان على اساس ان هو يعني شايفني واحده محترمه، واحده غير في الجامعه. يعني احنا ما كنا في الجامعه مفيش خروج بره الجامعه، مفيش اي يعني في ضوابط لكل حاجه يعني. صحيح. وزي ما قلنا في نضج. طب خلينا نشوف نيفين. لا قبل ما ممكن قبل نشوف حد في سن صغير من اهلك غير اخوكي باباكي ومامتك او مامتك اكتر، ما حاولتيش انك انت تقولي لها اثناء الجامعه والله يا ماما انا في علاقه ما او هو ناوي خير بس ممكن وقته ظروف؟ ما جالكيش القلب ليه انك تكلمي مع ماما؟ جال القلب وخدت العلقه. لا ثانيه واحده. لا يعني مش اهل، يعني في اهل ممكن يتقبلوا حاجه زي دي لكن اهلي ساعتها ما كانوش يتقبلوا حاجه زي دي. جربتي بدليل رد فعلهم كان جامد يعني كانت مفاجاه. ما جربتيش ان ما هو ممكن كانت المفاجاه جات لهم، لكن لو كانت ماما عارفه من قبل كده ممكن كانت هي اللي غطت عليكي وقالت لمحمد ما تتدخلش. ممكن بس ما جربتش اعمل كده. لا ما كانش في مساحه الحوار. طيب. لا خالص. بس انا ممكن اتدخل. هو كده محمد موافق على المبدا؟ كان المفروض يقعد هنا اولا. ايوه. وثانيا هو ما زعلوش. شكلكم هتقعدوا هنا كلكم. لا والله محمد حكى وهو ما زعلوش، هو فضل موافق خالص، ما زعلوش ان هو اتاخر بس. يعني بالزبط. زعلوا ان هو اتاخر. بالزبط. لكن هو انت وافقت خمس سنين او اربع سنين. طب وانت يعني زعلان من ايه؟ لا مش زعلان يعني هو كده ما هو اصل كده هو معايا في الجامعه. ايه بقى؟ هم الاربع سنين. قدر الله فعلا ان هو ما كانش يتجوز مثلا، فكان ده الجرح اللي كان هيسبب لها. ما هو كان هيسبب وكان هيبقى محمد مشترك فيه. ما هو طب يعمل ايه؟ طيب هو برضو البنت بتحبه وولد محترم وهي متحفزه جدا. محمد لما اكتشف العلاقه دي كان المفروض يفصل الموضوع في وقتها من بدري. يعني من بدري لازم ساعتها كنت صغير جدا. طب وليه ده اللي انا بسمعه؟ هو كان صغير عنه. انت ملاحظ فرق بينكم كام سنه؟ بس حضرتك بتقول انت هحطك انت في مكان اخو هبه. تمام. انت شايف انت قد ايه بتتدخل في العلاقه اللي هي المفروض ان هي دي صاحبه الشخص؟ يعني انت بتقول هو غلطان، هو كان المفروض يعمل كذا،
طب هي انا بتدخل هي. انا بتدخل كولد بناء على العادات والتقاليد اللي انا اتربيت عليها. ما ده غلط، ده اللي احنا عايزين نغيره. ماشي، هو في بعض العادات والتقاليد كتير جدا انا شايفها غلط ومحتاجه تتغير، بس الجامعة. انا في الموضوع ده بالذات انا شايف ان العادات والتقاليد فيها كويسه جدا، ان احنا بنحاول نفصل الولد عن البنت، بنحاول ان احنا سن 18 سنه زي ما حضرتك بتقولي، لا قبل 18، لا بعد 18، لا انا شايف قبل وبعد. فصل الولد عن البنت في المجتمع بتاعنا ده هو اكبر دليل على ان احنا عايزين نحط راسنا في الرمله ونخبي حاجه ومش عارفين نواجهها. احنا لو كنا علمنا اولادنا ان هم يتعلموا ويتعاملوا مع بعض صح، وانت وهي زي بعض، انتوا لو في مشاعر يبقى في نوع من المصداقيه والصداقه بين الام وبنتها او بين الاب وبنته، ما كانش كل الكلام ده. لكن انت عايز تستسهل، انت عايز تعمل ايه؟ ابعد ده عن ده وخبيهم وبعدين يظهروا وقت الجواز. في سن الجامعه نفسه وفي حاله الحب دي زي ما بنقول ما بتكملش دايما وما بتدومش، لان زي ما حضرتك قلت من شويه ان هو بعد 25 سنه بتبدا اللي هي بتنضج اكتر وبتفهم. طب وحضرتك استاذ محمد دخلت الجامعه اكيد. انا دخلت الجامعه وكان ليك زمايل وحبيت اكيد. صح، يعني انا اللي شوف، انا الواقع ان انا شفت ولا اجلت الجامعة لاخر سنه لما اتخرجت عليا اكتر. يعني انا شفت ولاد وبنات، ويعني ده بيقول دي صاحبتي ودي يقول ده خلاص انا صاحبتها وهي صاحبته او هخطبها ان شاء الله، وممكن يكون اهلها بيعرفوا كل حاجه. وبيحصل بعد كده انهم بيبدلوا. لا يعني عندك ده يقول انا هصاحب دي، لا وانت صاحب دي، فالجامعه كانت. لا انت ما بتسمحش كده لنفسك. ايوه، ما هو لا انا قصدي بس في نقطه، لو اهلها نفسها موافقين على انها تصاحب حد وتجيبه البيت ويتعرفوا عليه، بعدها بشهرين ثلاثه قد يكون ان هي تفشكل معاه، تجيب الجديد تخش بيه برضه، وبعد كده تجيب اللي بعديه وتجيب اللي بعديه. يعني باباها ومامتها هيفضلوا يحفظوا في اسماء. لا يعني ما هو انا برضو ما ربناش ولادنا على هذا الشكل من العلاقات. لكن انا لما تيجي بنتي تقول والله انا عندي مشاعر فلانيه لفلان الفلاني، انا لازم انا كأم احتوي الموضوع. صحيح. حتى ولو كان احتوائي فيه ان انا اايدها في دخول الولد ده، لمجرد ان انا بقول له بيني وبينه كلغه بقى الام للولد، خلي بالك انا عارفه انت مين وانت لازم تبقى محافظ على البنت الفلانيه. لكن ايه وجهه نظرك لو انا عرفت كده وسبت بنتي تخرج زي ما بيحصل في اوقات كتيره جدا من امهات كتيره، ولا فرقت معاها ان الولد ده يخش البيت او ما يخشش البيت، وهي بتغير برضو من هو وقت. لما بيشعر ان الاب والام على درايه بكل خطوه، او ان البنت دي بتحكي لاهلها كل حاجه بيخاف. خلينا نرجع نروح لنيفين بقى نسمع كلام النجمه بتاعتنا. نيفين، انت عندك بنوته صغيره. انا عندي بنوته عندها 6 سنين. ست هي نفسها وانت لسه بيبي. يعني نيفين انت اكيد مريتي بمرحله المدرسه وكده، حسيتي وانت 11 12 سنه بالحب البريء الجميل ده في المدرسه، وكنتوا ميكس ولا لا؟ لا ما كنتش ميكس خالص. كنت في ابتدائي بس ميكس. واكيد في ابتدائي يعني ما كانش في اي حاجه خالص. الباقي كله كنت مدارس بنات وكده. تمام. دايما كان كل حاجه، بس انا بشتغل من زمان جدا، يعني انا في التمثيل من فتره كبيره قوي، فانا كان دايما كل حياتي المدرسه والدروس والنجاح، وماما تسيطر علينا بقى في المذاكره والكلام ده والتصوير والشغل وكده. طيب. انا ما كانش عندي تقريبا وقت لاي حاجه ان انا عندك الاختلاط في التصوير بتاع. يعني تمثلي مع اولاد صغيرين، حبيتي حب بريء بتاع لا. حاجات من دي لا خالص. برضو في تحفظ زياده؟ لا مش تحفظ زياده، هو بس اتربيت على كده. طيب امال انت ليه موافقه؟ ده شغل. انت قاعده مع الموافقين، انت ليه موافقه؟ حاسه ان انا موافقه. انا موافقه في حدود ايه؟ دلوقتي احنا اولا واخيرا احنا في مجتمع شرقي. طبعا في حاجات تنفع وفي حاجات ما تنفعش. انا موافقه جدا على ان في زماله في الشغل في الدراسه. في اوكي هم دول اللي موجودين. يعني تيجي جانا لما تكبر شويه تقول لك زميلي بحبه. لا مش زميلي. لا لان في الوقت ده سن مراهقه، ده يعني اي كلام، مفيش حاجه اسمها حب في الوقت ده. فانا صعب جدا ان انا اطوعها في الوقت ده. هتعملي ايه بقى انت؟ لا هفهمها. ايوه ان مفيش هو ده النقطه اللي انا بكلم فيها في الوقت ده، ان انت ليكي دور. طبعا يعني انت ما ينفعش انك تبقي واقفه من بلكونه تقولي لها لا ينفع، ما ينفعش روحي من الرعب والفزع. ده من دلوقتي انا ليا دور بالظبط. صغيره جدا في السن ده انا بحاول اكون صاحبتها جدا، بحاول اخليها هو ده اللي بكلم فيه في تاهيل للولد للبنت. بحاول افهمها ان بلاش كده نتكلم مع بعض احسن في المدرسه. هل اللي انت كنتي بتعمليه كان بيتعامل معاكي من مامتك؟ اذا انت طالعه واخده نفس الصوره اللي ماما كانت كمان بتاهلك انت وانت صغيره، ان في ولد وان في هتدخليها مدرسه مشتركه. لازم يكون في ما بين الولد والبنت
حدود، لكن مش نقفل على بعض زي ما انت قلتي، نفصل ده عن ده ونريح دماغنا. الممنوع مرغوب. المدرسه هتبقى مشتركه ولا هتفصلي؟ هي اوريدي في مدرسه مشتركه. مشتركه مشتركه. ده هيحصل طبيعي، هيجي تقول لك ده انا الوحيده اصحابي بيقولوا عليا ان انا نايف قوي وان انا مش مصاحبه او مش بكلم الولاد. يعني برضو بيحصل هنا المدرسه زي ما قالت مفيده، احنا عندنا ازدواجيه، بندخل مدارس مختلطه ونقول لا 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 في كل حاجه بشده وعنف. خلينا نطلع لإناس انس في ضيافه استاذه نور شمس ونعرف راي ضيوفها ايه. مساء الخير يا إناس. خير يا منى، مساء الخير على كل الضيوف الموجودين معاكي في الاستوديو. استاذه نرمين هتبدا كلامها معانا. حضرتك شايفه ان انتين بنتي دي حاجه صحيه، حاجه موجوده بتسمحي بيها؟ هي حاجه موجوده وما اقدرش امنعها. ابقى كدابه لو قلت لك هقدر امنعها، ان هي بنتي لو عايزاها هتعملها. عرفت ما عرفتش، بس انا بحاول ابقى قريبه مع بنتي علشان تبقى انا ابقى اوير بكل حاجه خلاص، ويبقى في تفاهم بينا. هتيجي تحكي لي على حاجه هنصحها، وبعدين انا بدخل كمان بشرك اخواتها معايا، يعني اخوها حتى الكبير. بس ده حصل، حضرتك عندك بنتين ولد؟ بنتين وولد. حصل ده ان هي مثلا في سن بدري شويه قالت لك انا عندي واحد صاحبي ده انا برتاح معاه، انا بتكلم معاه، انا بخرج معاه، الكلام ده كله بيحصل؟ بيحصل. لا بيحصل. وليه لا؟ ما اقدر مش هقدر امنعها. من اول سن ايه ده بدا يحصل؟ من اعدادي ممكن. من اعدادي؟ حضرتك شايفه انه من اعدادي دي حاجه كويسه؟ يمكن ايام اختها كان اعدادي بدري شويه. بس فرق الاجيال بتلاقي حاجات اختلفت كتير. فمش هقدر امنع، يعني بضحك عليكي يعني. بس شفتي نماذج تانية، امهات تانية بتمنع بنتهم من كسر. ده اللي خلاني بقى كمان اقرب من ولادي. ان انا شفت نماذج الام رافضه كل حاجه وبحده جدا خلاص، فالبنت بتعمل اللي هي عايزاه. اللي بيمنع بيمنع ليه؟ يعني الام لما تيجي تمنع بنتها من ما يبقى عندها انتين. خلاص، هي مفهوم زمان كان الحاجات دي كلها ممنوعه ومرفوضه من المجتمع. فخلاص انت حسب ما تربيتي، بس انت ما بتجاريش العصر اللي انت فيه. يعني انت لازم تجاري العصر اللي انت فيه، وزمن بنتي الكبيره غير نور. يعني ايه اللي اختلف بقى؟ حتى هي ساعات يقولوا لي يا ماما ده انت لو احنا في ايام زمان ما كنتيش بتوافقي بكذا كذا كذا، اشمعنى نور؟ بتعلم بقى. لا هي اتعلمت في ايه؟ الدنيا اختلفت، الدنيا اختلفت تماما. بس برضو بلمت، يعني انا بحب كل حاجه ليها حدود. علاقتي باختي ليها حدود. شوفي اقرب الناس ليا حتى ليها حدود. انت لو شلت الحدود دي من اي علاقه تبقى الدنيا باظت خالص. باظت خالص. طيب ايه، انت ممكن تكملي لنا الموضوع ده؟ وكان عندك راي ان لما كان في ضيف بيتكلم معانا في الاستوديو وبيتكلم فكره ان لا ما ينفعش ان هو يبقى فيه انتيم، هو عنده مشكله ما. ايوه، هو اكيد التربيه في الاصل من الاول اتربى على ان الانتيمز لا او عيب وحرام وغلط. لا، هي ممكن لو اتربى من صغره على فكره ان انا ما فيهاش حاجه ان يبقى عندي صحاب ولاد وصحاب بنات، بس بالحدود، وكل واحد عارف حدوده ايه، خلاص يبقى هو هيتقبل الفكره دي. لكن هو مش متقبلها عشان هو اتربى على كده. هي بتبقى من ناحيه التربيه وحسب البيت اللي انت نشات فيه وكل حاجه. طب انت عندك صاحب انتيم؟ ممكن ايام الجامعه وايام المدرسه، بس بحكم الزمن وكده لا، في اللي اتجوز وفي اللي خلاص اوريدي ارتبط، فممكن يبقى العلاقه اتحولت بان انا اعرف مراتاتهم اكتر ما اعرف هو دلوقتي، لان طبعا كل حاجه ليها اصولها. يعني حتى لو انا ليه صاحب انزيم بس اتجوز او خطب، لا، هيبقى الاكشن الطبيعي بتاعي ان انا هرتبط بمراته او خطيبته لو انا عايزه احافظ على العلاقه دي، مش هنسى ان في اصول تمنعني من الـ طب من التعليم. من اول سن ايه انت كان عندك صاحب فعلا او يعني صديق ولد هو يعتبر انتيمك ومامتك عندها فكره عنه؟ من ثانويه عامه والجامعه ماما عندها فكره عن كل حاجه. قبل كده لا؟ لا، قبل كده انا ما تربيتش في مدارس مشتركه، انا كنت مدارس بس الجامعه عامه ابتدى مع الدروس، وان انا ليا اصحاب تانيين يعرفوا ولاد تانيين، ابتديت اعرف ولاد، فبحكي لماما وخلاص وبنخرج كلنا مع. بس ماما طول عمرها عندها حاجه، ما فيش حاجه اسمها تخرجي مع ولد لوحدك ابدا. عايزين تخرجوا جروب اوكي، ونتجمع كلنا جروب اوكي، لكن هتخرجي الولد لوحدك حتى لو انت من جواكي ما فيش حاجه، الولد ما فيهوش حاجه، بس حواليكي ممكن ما يفهمش كده. حتى انا لما بوصلها مثلا في الخروج بوصلها، يعني انا كنت بوصل واجيب، نقف مع بعض اصحابها الولاد وبنات، نقف مع بعض واتعرفت عليهم وبنتكلم، يعني في روح حلوه كده. دي ما دي فكره حضرتك قلتي في الاول انك اتعلمتي في ايه تقريبا والنور اتطبق معاها حاجه ثانيه مختلفه تماما مع التطورات الابديت بتاع الزمن. هنرجع لكم في الاستوديو، بنرجع مره ثانيه هنشوف نور وزينه في الفقره اللي بعدها. اوكي.
هو ده قبل ما نطلع الفاصل هنرجع طبعا لضيوفنا نسمع ارائهم. حبيت اقول لهم بس احنا نرجع معاكم تاني نسمع تعليقاتكم. وما بين ازدواجيه في المجتمع اتربينا كده على عيب وحرام وما يصحش، لكن في نفس الوقت مدارس مشتركه، في نفس الوقت بيطلعوا سفريه لوحدهم وهم صغيرين في المدرسه، تحت رقابه المدرسه، لكن بنعمل ايه؟ فاحنا نمشي ازاي؟ خايفين من المجتمع ولا خايفين من ربنا ولا في ضوابط بتمنعنا عادات وتقاليد؟ بيشتغل علينا كل ام تعمل زي ما ضيوفنا مدام اللي كلمت دلوقتي مع ايناس مدام نورمين. هنرجع علينا ان احنا نبقى مركزين مع اولادنا وما نسيب لهم بقى الحريه في الاختيار، بس نبقى حاطين معاهم كده حواليهم. بالفعل هنسمع راي ضيوفنا، نطلع لفاصل ونرجع لضيوفنا نواصل حوارنا. وكروس فاير صديق بنتي الانتيم نعمل فيه بعد الفاصل. إذا جات لك بنتك أو جاي لك بنتك تقول لك أنا معايا صاحبي في المدرسة بحبه وده صاحبي الأنتيم وفي قصة حب وعاطفة، يعني حاجة عفيفة جدا، إزاي تخلي العلاقة دي تحت نظرك ولا ترفض خالص؟ تعملها بسياسة ولا بغضب شديد؟ لسه بنكمل في موضوعنا وكان ضيوفنا عايز أرجع أستاذ أحمد ناصف الكاتب الصحفي ورأيك في اللي شفناه مع إيناس أنس، المداخلة بتاعت أستاذة نور وأستاذة أستاذة نور كمان بتتهمك بتقول إن أنت ده موقفك من الموضوع ده جاي من خلال تربيه. لا حضرتك والله مش تربيه، المجتمع اتغير. لا والدتك طيب تمام، والدتك كانت في ثانويه عامه بتغلس عليك في حته علاقاتك، عم تقولي خايفه تسقط وذاكر الاول وكده، كانت رافضه ان انت يبقى تمام. لك اي علاقه. والدي قال لي خلص وخليك يعني خليك فري عادي خالص في الجامعه، بس الجواز هنروح بيت محترم. يعني ايه مش فاهمه؟ لا يعني انا والدي صراحه قال لي يعني الحياه اللي في الجامعه دي انفتح وشوف وكلم وصاحب. وهنا بقى بما لا يغضب الله بنفيل بمكيالين الولد مش اختيار والدي. انا اتجوزت جواز صالونات تمام، دخلت بيت. ايوه بس ليه بتسمح لنفسك انه او والدك بيسمح للولد ان هو يعمل هو عاوزه في الجامعه؟ هو ما قاليش امشي على حل شعري. لا يعني طبعا اكيد الراجل قال لي انت دلوقتي رباك يعني اكيد. تمام في الجامعه وحبيت واحده تمام ورحت لوالدك قلت له انا حبيت دي، والدك بقيمه بطريقه تفكيره هيقول لك لا اتجوز لي واحده انا اللي اختارها لك، كنت عملت والله كده. هو ما قاليش يعني انا ما باجي اتكلمت معاه في الموضوع ده قبل كده ما رفضش. قال لي بس ازاي هو بيقول لك ما رفضش؟ قال لي يعني احنا في واقع معين مثلا قال لي ما رفض يعني ما رفضش ما رفضش. قال لي انتظر لسه مش ده مش دلوقتي ليه؟ الجواز مش دلوقتي. طيب. ليه؟ انا كنت لسه حضرتك ده الجواز والجامعه. انا عايز ارجعك لموضوعنا وهو الحب المراهقين. نرمين استاذه نرمين بتقول انه اكذب لو انا قلت لا طبعا لا بنتي ما تعرفش حد، هي بتتكلم لكن بحطها تحت عينيا. تمام بتتكلم من انت وحضرتك بتقول المجتمع اتغير يعني. تمام هي برضو بتتكلم من منطلق الممنوع مرغوب، فلازم واحنا بنربي نبص للنظريه دي كويس جدا. ان طيب. انت لو منعتي لا بيبقى اكتر، ممكن البنت او الولد يعمل الشيء ده بطريقه اكتر من ما هو انت منعتي. طيب مضطر انت بقى هم إن في مدرسه مشتركه مضطر بقى تتابع عن بعد كده او تعرف كل المجتمع مع تغيره. انا فضلت يعني كنت ممكن اودي بنتي انترناشونال او دورت على مدرسه راهبات ودخلت بنتي مدرسه راهبات. ليه؟ التربيه. ليه يا احمد؟ يا استاذ، يا استاذ التربية. احمد هي دي مشكله التربيه. انا خريجه مدرسه راهبات تمام. التربيه والالتزام. الالتزام مظبوط كده تمام. خبطنا في الحيطه معلش احنا في الحيطه بس هي يا استاذ احمد يا استاذ انت عندك جيل دلوقتي ما هو ده ايه يا جماعه احنا عمالين نخبي يعني نردم على مشاكلنا. انا ما بقولش البنات اللي متخرجين من مدارس الراهبات انا واحده منهم، ولكن كنت مقفول عليا وكنت لا ارى ولا اسمع غير كل ما هو حلو والحق والحياه والصح والغلط. لما احتكينا بالحياه الحقيقيه مختلفة. اللي احنا عشنا فيها رشقنا في حيطه تمام. ليه بتحطوا ولادكم؟ واجب بقى البيت يساعد. لا جميل انا ساعد على قد ما بيقدروا بيساعدوا، ويمكن ده كان على قد ما بنقدر ده كان مقبول من فتره، لكن دلوقتي زي ما بتقول في حيطه المجتمع اتغير. حيطه الامر اللي احنا واجهناه علشان نبقى ونحاول نعدي بالمشاكل اللي احنا ما كناش متعلمينها لان احنا راهبات ولان احنا تمام. متقفل علينا كانت اقوى بكتير. ليه عايز تحط ولادك في الظروف دي؟ ليه ما تاهلهمش للمجتمع اللي جاي بطريقه متحضره؟ موضوع مختلف. اهالين خلقه حضرتك. انا بنتي دلوقتي لو مؤاخذه بس اقول لك انا بنتي 4 سنين فاتحه الفيسبوك
فاتحه اليوتيوب. يبقى انت فاكر ان هي كده هتمشي مع الرايبات؟ لا مش كده معلش، يبقى في كده وفي كده. احنا بنضحك على نفسنا. لا زي ما في كده والله في كده. لا لا والله انا عايز استاذ محمد. احنا لو اتكلمنا في حته المجتمع المتحضر او الثقافات، في احنا بنتكلم على الثقافات الغربيه اللي هي بتجي لنا دلوقتي. تمام. طيب انا عندي حاله فرديه لصديق ليا عايش في لندن وجه يعيش هنا في مصر، هو مسلم انجليزي. تمام. جه هنا يعيش في مصر علشان هيقدر يحافظ على بناته ويقدر يحطهم في عادات وتقاليد كويسه. تمام. ويقدر يعلمهم الدين بشكل كويس. ما اختلفناش. وما يقدرش يعمل كده بره؟ ما يقدرش يعمل كده هناك، لان هو شاف صديق ليه تاني عنده بنت تمت 15 سنه دخلت له فعلا ببوي فريند معاها في البيت، فحس ان الموضوع مش هيقدر ان هو يربي بناته في الجو ده، فجابه يعيش بيهم هنا في مصر. انا ما قلتش لا، هو بيدور على مصر بتاعت زمان على فكره، مش هيلاقيها. انا اعرف ناس جم يعيشوا هناك رجعوا تاني. موجوده يا استاذ ابونا، موجوده وجهه نظرك في ان صديقك الاجنبي اللي جاب بنته او جاب عيلته عشان يعيشوا هنا عشان البنت تتعلم التقاليد والعادات، انا ما بختلفش عليها. احنا اختلفنا في ايه؟ اختلفنا في ان احنا نقفل على بناتنا لان احنا من وجهه نظرنا هو ده الصح، ولا نبقى مراقبينهم ومتابعينهم في كل خطوه هم بيعيشوها بتجاربهم الحلوه من غير ما كبتها، لان كده ولا كده بعد 21 سنه وبعد ما هتطلع او 25 سنه هتعمل اللي هي عايزاه، فتضمن ان هي عارفه الحياه جايه ازاي، ولا ان هي تخش في حيطه. طيب أيوة ناخد راي. طب قولي لي مراقبينهم متابعينهم ومفهمينهم ان في رجاله كتير صح. عندهم مبدا ان الحب حاجه والجواز حاجه تانيه. هو ده اللي انا اقوله، ان الراجل ممكن يحب واحده لكن استحاله يتجوزها، لازم هي تبقى فاهمه ده كويس جدا بالزبط. عشان تبقى كير جدا من قصص الحب. وي بالظبط. انا معاكي جدا فوق استاذه حنان. انا بس عايزه اختلف مع استاذ احمد، وزعلانه قوي من اللي قاله هو بابا. وده يعني رساله لبنات الجامعه، خلوا بالكم في تفكير كده يعني، ما تدوش الامان قوي. كمان اتفضلي كلامك حلو قوي. قولي هقول بقى لحضرتك ان انا اتربيت في مدارس عاديه حكومه لكن برضو لبسنا في الحيطه. شفتي؟ لان ده يرجع لايه؟ البيوت. ايه المشكلات اللي قابلتك من التحفظ الزياده؟ بتبقي نايف، بتبقي زي كانك سوري يعني هلهط، ما تسالنيش من انا واحده منهم. انا ان انا اقيم البني ادم شايفه كل الناس كويسين وكل الناس فنيين. ايوه انا لغايه النهارده بشوف الناس جميله ورائعه بالظبط. يعني تقدري تقولي اني انسان حالم يعني، وتيجي على نفسك مفترض سلامه النيه في الناس وعيب ولا ما ينفعش اعمل كده. ليه؟ لان انت تربيتي في مجتمع هو قفل عليك، اداكي قيم جامده جدا 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 وما خلاكيش تحتكي بالاخر. صحيح. يعني لو رجع بيك الزمن ما تتربيش التربيه المتحفزه الزياده اللي حضرتك اتربيتي فيها؟ هو انا كنت احب ان يعني امي كانت بتشد علينا قوي، كانت حريصه، كانت بتخاف علينا خوف غير طبيعي. بابا كان يشوفنا مثلا واقفين في بلكونه، ايه ده انتوا واقفين كده ليه؟ انتوا طبعا ده كلنا شايفين اللي على بعد 3 مرات واقف مصر حضرتك وتسعه برضه انت نفس الميعاد 9. اهلا وسهلا. ده السقف العالي قوي الساعه 9. متخرجه من الراهبات، ايه المشكله وقعت في ايه يعني؟ المشكله اللي احنا وقعنا فيه ايه بقى المشكله؟ ما عرفتش اقيم جوازتي، ما تعرفتش على الاخر غلط لاني اخترت الانسان الغلط باختصار شديد في شغلتي، على قد ما انا بتعامل بطريقه التربيه اللي انا اتربيتها اللي هو الصح صح والغلط غلط، ما بعرفش اجي اقف دايما الاقي نفسي واقفه في النص ما بين ان انا كان المفروض اعمل كده. طب انا ما فهمتش ليه اللي قدامي قصده من الكلام ايه؟ انا غلطانه لان انا خدت الكلام، احنا كراهبات كتربيه راهبات بتاخدي الكلام من بق البني ادم زي ما هو اتقال، ما فيش تحريف، انت ما بتفكرش في ما معنى الكلام اللي قصده. هو قال لك انا هعمل كذا يبقى هو هيعمل كذا. الحياه بقى الثانيه اللي هو لما تيجي تخرج بقى. لما تيجي ما فيش حد بيقول انا هعمل كذا وبيعملها، فتبقى عارف كويس قوي ان هو ممكن يقول لك هو هيعمل كذا بس هو مش شرط يعمله، لا انا بحبك وعايزه اتجوزك بس هو مش شرط ان هو يبقى الكلام اللي طلع من بقه ده هو صح. فانا دوري انا اعمل ايه؟ ان انا اعلم بقى بنتي اوريها المجتمع، خلي بالك زي ما نيفين قال كده، خلي بالكوا يا بنات ان انتوا لما تخشوا الجامعه مش شرط كل واحده هيقول لك انا بحبك وعايزه اتجوزك ان هو قاصد ان هو هيحبك ويتجوزك. طب انا عايزه اسمع راي هبه. هيجي من ان انا اخليها تحتك بالاخرين. تمام. بس هبه ما بعملش برضه والله انا بعمل، معلش دي تجربه بقى. انا ليا، ما انا زمايلي زميلتي اكبر مني سنا ومتخرجه من رهيبات، زمايل كتير برضه كل اصحابي كلهم بس مش بالكده قوي. انا اعتقد ان اصحابي اتفرجوا عليا دلوقتي عارفين انا بقول ايه وهم مختلفين. انت قصدك في معادله يعني ممكن اربي بتحفظ ولكن يعني هتلاقينا واحده واحده المجتمع هو في علاقتنا بولادنا
قررنا ان احنا ناخد الاكستريم بتاع تربيتنا. يعني ايه؟ قررنا ان احنا ندخل مدارس مشتركه، ان احنا نفهمها ان اتعاملي مع الولد زي البنت. طبعا. روحي سافري، روحي خلصي حاجتك، اعملي البروجكت في البيت، وهاتي واصحابك الولاد وعادي. احنا النقيب بتاع التربيه ده. هو ده كان سؤالي لهبه. هبه دلوقتي انت مريتي بالتجربه القاسيه جدا، مفيش صداقه بينك وبين مامي، ما بتقولهاش حاجه. دلوقتي انت واحمد اتجوزتوا، هتعملوا ايه بقى في المستقبل؟ بالزبط. ان شاء الله يعني هتعملي ايه؟ الحاجات اللي كانت بتضايقك ومش هتعمليها طبعا، غير انك بتذلي اخوكي كل ما ده طبعا. ايوه شفت اللي يعني شفت اللي قعدت تقول اخويا وناس كتير طبعا لما الموضوع طول قعدوا يقولوا لي لا ومش عارفه ايه، بس انا كنت واثقه فيه جدا ومتاكده ان لانه طلع انسان محترم وابن ناس. واهم حاجه بقى التربيه. محمد بيقول لك لولا انا ما كانش برضه حصل كده، هو اللي قال لي مش هحصل. لا لا هو كده كده كان هيجي. لبست احمد يعني. لا لا. هتعملي ايه بقى في الليل؟ هعمل ايه؟ اهم حاجه بجد التربيه. التربيه يعني التربيه هي اللي خلتني ما اتعداش حدودي في اي حاجه. هتعملي كده يعني مدرسه بنات رهبات في تشدد؟ لا 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 طبعا، هبقى صاحبتي، هتبقى صاحبتي جدا جدا. بالعكس ليه ما و... واصاحب اصحابها كمان ليه لا. يعني تمام. يعني هحاول على قد ما اقدر انزل لسنهم، يعني ما اعملش الغلطات اللي كانوا اهلي بيعملوها معايا. ليه؟ ان هي واحد دايما شايف نفسه ان هو كبير يبقى الصغير غلط. طبعا انت مش فاهم، انت ما عندكش خبره، انت ما عندك. هم عندهم خبره في حاجات واحنا برضه عندنا خبره في حاجات تانية. هم بيعرفوا حاجات واحنا بنعرف حاجات تانية. وهتدي ولادك السبيس اللي اهلك بصفه ان هم خايفين عليكي ما ادوهالكيش. اه طبعا. ان حريه طبعاً. الحوار، انك تتكلمي، انك يبقى ليكي قرارات. طبعا. تروحي مع مين، تيجي مع مين. يعني ممكن تطلعيها رحله وهي في المدرسه صغيره، مع وهي في مدرسه ميكس، يطلعوا مع بعض. احمد يوافق ان شاء الله تبقى بنوته تطلع في رحله، ولا الولد والبنت لا؟ لا 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 كده هنربيها على الصحوبيه احسن حاجه. ايه طلع بنتك؟ لا انت حسب سنها لو هتقدر تعتمد على نفسها مفيش مشكله. ايه السن اللي شايف ان البنت بتعتمد على نفسها؟ اديها الاساس وبعدين يعترض. انا قصدي انا اديها الاساس وهي بقى تعيش حياتها. انا شايف انت سن ايه اللي شايف؟ يعني انا برضو موضوع الحلقه ان لو بنتي جات لي قالت لي انا مصاحبه واحد، هكلمها حسب سنها. ممكن تكون بعد تجربه اختك. بعد تجربه اختي هقول لها ان ده فعلا مش وقته خالص. بس طبعا اكيد مش هتعصب عليها، هكلمها بالراحه جدا ان ده غلط لحد ما تتخرجي من الجامعه، لان كل الولاد ممكن يكونوا بيضحكوا عليكي. طب بعد ما هتقول لها بس دي مشاعر دي. انت كمان حبيت وانت صغير زيها. بعد الكلمه دي هتبقى بتراقبها ولا متابع معاها الموضوع؟ هو ده النقطه اللي انا عايزه اوصل لها. ممكن تقول لها لا احنا كأمهات بنقول لكن ها ما احنا لينا دور تاني غير بعد ما بنقول. بنفضل متابعين الموضوع، بنبقى حاطينه مش شايفين ان او انت هتعمل ده ولا هتبقى خدت قرار وخلاص؟ لا هحاول من بعيد ابص برضه هي سمعت كلامي ولا لا، من بعيد من غير ما. ايه هو ترجمتك لمن بعيد؟ يعني مثلا ممكن اشوف بتتكلم في الموبايل مع مين. قال الدكاتره النفسيين كلهم قالوا ان انا كده غلط، بس انا بعمل كده. لا لا فعلا اشوفها بتكلم مين على الموبايل. غير كده هي ممكن تحكي لصاحبتها على مشاعرها. صاحبها يعني ممكن لا وممكن صاحبتها. بسبب ايه؟ ما هو ده هيبقى بسبب ان انت خانقها اصلا. انت لو وصلتها للمرحله دي يا استاذ احمد، وهي عندها كام سنه دلوقتي؟ عندها 4 سنين. لو بنتك كبرت وغيرت اسم صاحبها على ان هو بنت على الموبايل بتاعها، اسمح لي ان اقول لك ان انت اجرمت. تمام. حق تربيتها ده اللي بنقوله لحضرتك معترف صحيح. كلهم كلام مظبوط. انت تعمل كده يبقى انتوا السبب. يعني مش يعني هي. تمام. خليها ان هي مش كده بالولد باسم الولد عادي وعادي. بص يا استاذ مفيدة حضرتك الموبايل بتتكلم. ايوه يا استاذ مفيدة الموضوع مش كده. معترف خالص. احنا في مصر. واحنا في مصر يا بنتي. ماله. طيب ماشي طيب. وبلدنا بلد جميله وفاتحه طول عمرها. انا بس تعالي مصر الستينات والخمسينات حضرتك. مصر دلوقتي شوفي النهارده مصر، شوفي الفيسبوك وباللي بيحصل حضرتك. بس كمان هي مفيدة ضد ايه؟ كلنا دلوقتي بقى في البيوت يا استاذ احمد، وبقى هم بيعيلوا البلد. والمراه وزيره من زمان حضرتك طبعا، وكل العناوين دي موجوده. ممكن اقول حاجه؟ قولي. دور الراجل في حياه البنت يمكن اهم من الام. يعني انا والدي، ودي عن تجربه شخصيه، انا والدي صادقنا كلنا قبل ما يكون والدنا. تمام. دي شهاده حق انا بقولها له. صحيح. عارف عننا كل حاجه، ما بيتنرفزش علينا، عمره ما مد ايده عليا. حوار مفتوح بينه وبينك ولا بيني وما بينه خوف، لكن ليه احترامه ولي كل حاجه في الدنيا. بس هو عمول يا احمد النقطه دي مفيده. لحظه واحده هنطلع لفاصل. نجيب فتحت حاجه مهمه جدا. الاب انت دورك فين؟ انت لو مصاحب ولادك وبيحكوا لك على كل حاجه، اكيد اي ذئب هيقترب هيخاف لانه عارف ان هم دايما ما بيخبوش عليك حاجه. نرجع بعد الفاصل ونشوف موضوع الاب بعد الفاصل.
طبعا الكورس فاير شغال حتى في الفاصل ومفيده ما ببطلش الكلام مع ضيوف. طبعا لسه بنتكلم عن بنتي وهي في سن المراهقه في المدرسه معاها صديق بتحبه او زميل بتقول عليه صاحبي الانتيم، انت توافق ولا لا؟ وكانت نيفين فتحت موضوع مهم، الاب هنا لاب والدها كان مصاحبهم من بدري بيتكلموا معاه في كل موضوعات بصراحه، فبالتالي هنا بيسد على اي حد برضو عايز يعني باصص لك بصه غلط، عايز يلعب بدماغك وانت لسه صغيره. هنا برضو بيعرف ان وراكي اب بيبقى خايف عامل له حساب. اكيد طبعا. وانا كمان بروح احكي كل حاجه لبابايا وهو يعني بيديني وجهه نظر، بيقعد يتكلم معايا وبيفهمني وايه الصح وايه الغلط لغايه دلوقتي، يعني لحد ما انا خلفت وبنتي كبرت شويه برضو انا لغايه دلوقتي محتاجاه وبروح اساله وباخد رايه، لان هو دايما بيديني النصيحه اللي انا فعلا محتاجاها وبيديني وجهه النظر بتاعه الرجاله، بيديك الاحساس اللي هي ايه وجهه النظر بتاعه الرجاله، ده بيفكر ازاي وده بيفكر ازاي، وممكن هو اكيد ليه خبره كبيره في الحياه يفهمني صاحبتي هو اكيد من اول نظره بيفهمها، وحتى لو انا صممت بيسيبني شويه ان انا افضل مصاحبه واحده صاحبتي هو شايف ان بلاش يكون رافضها لكن بيسيبك بلاش اوكي بس افضل تحت نظره برضو وفي الاخر بيطلع كلامه هو اللي صح. عارفه نيفين ودور والدك ده هو دور لازم تاخده كل ام واعيه مع بنتها، الوعي ان انا اسيب المساحه لها تاخد، لان هبه كانت اتكلمت تعالي بقى مفيده لما نشوف الامهات المتسلطين اللي هم قافلين على بنتهم، البنات دول بيبقوا شكلهم ازاي هبه من وجهه علاقاتك وناسك؟ يعني انا اهلي كانوا مش مصاحبيني لكن مديني مساحه حريه، فدايما ببقى خايفه عليهم، ببقى عامله لهم حساب مش عايزه ازعلهم. لكن البنات التانيه كنت بشوفها دايما، البنات كل ما تقفل عليها اهلها كل ما يقفلوا عليها اكتر، كل ما تعمل حاجات يعني غلط اكتر، يعني قافله عليها التليفونات بتروح تشتري تليفون من وراهم ويبقوا مخبينه وبيكتشفوا وتتضرب وحاجات كده كتير جدا، و او تكتب اسم زميلها على انه بنت زي ما انت متخيله. ايوه انت متخيله انها ممكن تسرقهم، ممكن ما تبقاش خايفه عليهم، بتعمل اي حاجه زي ما تكون بتنتقم. اقول لك حاجه، بتنتقم من كتر ما هم قافلين عليها، هي بقى في حرب بالظبط، الحرب بقى مع الاب والام وكل الناس اللي بره، الناس دول هم كويسين واصحابها، في فرق بتدور عن تطلع ذكيه ازاي من الموقف ده. في فرق بين ان انا اكون خايفه ان انا هتضرب وهاكل علقه محترمه، في فرق ان انا اكون خايفه على زعل بابايا ومامتي، تفرق كتير جدا. طيب ده مش موجود قوي دلوقتي، هنا امهات هم عايزه امام يرد لان هو زعلان قوي من كلمه، لا انت معترض على كلمه ان يعني انت موافقه ان يبقى في ولاد على تليفون بنتك، فقلت لك قلت لك انا عايز اوصل نقطه ان احنا اتكلمنا في موضوع التربيه وكلمنا موضوع العادات والتقاليد اللي هي بتفرض علينا حاجات معينه، بس احنا سايبين جزء مهم اللي هو الراسخ الديني نفسه اللي جوانا اللي احنا بنرسخه في الطفل من هو بيبقى صغير. تمام، يعني احنا بنحاول ان احنا نعلمها من وهي صغيره، البنت نفسها نقول لها ان ما ينفعش يبقى ليكي اصحاب ولاد، ما ينفعش يبقى معاكي زمايل في في الشغل بس العلاقه ما تتطورش بشكل معين. يعني في نص قراني واضح احنا كلنا درسناه وانا صغير وانا اتربيت عليه، يعني ولا متخذات اخدان، يعني معناها ان البنت ما بيبقاش ليها صاحب. لا ده كلام مش ايوه، ولا متخذات اخدان يعني معناها ان ملهاش خليل ملهاش صاحب، ملهاش خليل ملهاش صاحب. فده اللي انا ناوي ان شاء الله ان انا اربيه لبنتي، يعني انا بنتي لسه صغيره بقى لها شهر ولا حاجه، فان انا ناوي ان انا اعلمها القاعده. طب لو دخلت مدرسه مختلطه هتقول لها برده ما تكلميش، ده في رعب في تابوهات في انا ضد ده ضد بس عايزه محمد يجاوب. انا عايزه اقول انا عايزه اعلم تربيه قرانيه، ولكن ما جاوبنيش. هو سؤال منى كده بالظبط، لما انت هتدخلها للمدارس المشتركه اللي هيبقى في جنبها قاعد في الكلاس، انا مش ناوي ادخلها مدارس لو لما هتخش الجامعه، انت ليه بتصعب على اولادك؟ ليه احنا واخدينها على ان هو كده وما ينفعش؟ ما بنحطلهمش ان احنا في مجتمع متغير، ليه بنصعب على اولادك؟ لا انا ما بصعبش، انا زي ما الاستاذه قالت من شويه اللي هو حته الناحيه الدينيه اللي كانت جوه بنتها، فهي دي صلي وتسوق ايوه هي دي هي دي اللي قومتها. لكن انت رافض، انت رافض مدرسه مشتركه عشان ما يبقاش توعي بعد من كده من الاساس. طيب. عشان ما اوصلش هيبيح لها حاجات كتير. حسناء معنا على التليفون، مساء الخير حسناء. مساء النور، اهلا بيك يا حسناء. مساء النور. انا بصراحه انا معترضه جدا على ان الاب يبقى متحكم جدا في بنته ولا الام تصاحب بنتها،
عشان انا كان ليا تجربه ان مامتي عمرها ما صاحبتني خالص. عملتي ايه لما هي كانت بترفض الحوار في المسائل دي؟ إيه لا انا خلاص ما عادش بحكي لها اصلا اي حاجه. يعني اسمعي كلام صاحباتك؟ لا برضو انا كان ليا دماغي وكل حاجه، بس برضو انا ما كنتش يعني خلاص بقى اي حاجه بقولها لها لا خلاص. طب ايه المشكله؟ انا ارتبطت واتجوزت اللي انا ارتبطت بيه دلوقتي وخلفنا وكل حاجه، بس لحد دلوقتي هم اصلا ما يعرفوش ان انا كنت مرتبطه بيه، لدرجه ان يعني لحد دلوقتي اشوف ان هو متجوزها ما اقدرش اقول لها. ياه. يعني لما انت تبقي هي يعني متحكمه جدا كده فصعب. الطريق مسدود، مفيش صداقه بينك وبين والدتك. فانت يعني شايفه حسناء انك انت رساله بتوصليها لكل ام النهارده بتسمعنا. صاحبي بنتك بالظبط، يعني معاكي داليا يعني تخوفيها بتاع لي عشان ايه يعني. صح. بنشكرك يا حسناء على تليفونك. داليا اتفضلي يا داليا. داليا الو. اهلا يا داليا. اهلا يا وفيده. اتفضلي. منورين وانا مبسوطه جدا بموضوع الحلقه. الله يخليكي. وبعدين انا كنت عايزه اقول رايي. انا يعني انا هقول اولا يعني تجربتي الشخصيه. انا كنت في مدرسه مشتركه ابتدائي واعدادي. بابايا راجل سعيدي جدا، قال لي يعني فهمني الصح من الغلط وكان مصاحبني. يعني ما ينفعش ان يبقى في اصحاب، ما ينفعش ان يبقى في صداقات في حدود المدرسه. اوكي تمام. مع انه ممنوع الرحلات المشتركه، وانت ما طلعتش ولا رحله مشتركه خالص من ابتدائي واعدادي والجامعه حتى. صوتك صوتك زعلان. لا مش زعلانه، انا بس يعني لما احتكيت بقى في الشغل، ما كبرت بقى وتخرجت وبدات اشتغل، اصطدمت زي ما انت بتقولي كده بالواقع. وانا كنت في مدارس راهبات برضو. اتخذت من انا يعني عنصريه، يعني ازاي انا بتعامل مع الستات بس ومش بتعامل مع الرجاله، ازاي انا موافقه بس يبقى ليا اصحاب في الشغل ستات وماليش اصحاب رجاله في الشغل. بس بعد كده فقت، يعني بدات افوق افهم ان لا ممكن في حدود الزماله زي ما بابا علمني. طب انت في المدرسه كان ليكي اصحاب في حدود الزماله، في الشغل برضو حاولي ان انت توفقي ويبقى ليكي برضو في حدود. اتجوزتي يا داليا؟ نعم. اتجوزتي؟ اتجوزت وعندي يوسف ما شاء الله. وان شاء الله لما يبقى عندي بنت باذن الله هصاحبها زي ما امي وابويا صاحبوني. وهعرفها الصح من الغلط. وتعرفيها الصح من الغلط، وتعرفيها بالمجتمع اللي عايشه فيه، وما تقفليش عليها وتعملي شغلك. احنا مشكلتنا في الحلقه دي ان في امهات كتيره النهارده رافضين انهم يعملوا شغلهم. ده شغلكم انكم تقدموا بناتكم للمجتمع بس وانتم حواليها، وانتم حاجين عليهم، وانتم عارفين هما بيعملوا ايه وما بيعملوش ايه. ده مش عيب. يعني انا ضد همام، مع ان احنا اصحاب، بس يعني انا ضد مبدا اللي انت هتعمله في بنتك. ليه؟ لان هي هتطلع معقده بقى كده. بل انا مش لا انت بقى نقطه التليفون، نقطه ان انا اخلي اسم البنت يعني نقطه التليفون ان انا اقبل ان بنتي يكون عليها اسم موبايل. ايوه انا واثق فيها، بس اسم ولد يعني حتى شكلي انا قدام الولد اللي هي بتكلمه ده هيبقى شكله ايه؟ اب. ده هنرجع لك تاني. ان انت عارف ان هو موجود على تليفون. لا ده مش في مجتمعنا. طب اسمحوا لنا هنطلع، بس هنطلع لايناس عشان ناخد سؤال من ضيوف. يعني هي تعمل من وراها ايناس ومدام الشمس. مساء الخير ايناس. لا هتعمل كل حاجه من وراك. ايوه استني على فكره وزياده بقى. وانا مساء الخير عليكم مره ثانيه. مدام هاله انضمت لنا. هي مدام هاله هي صاحبه مدام نرمين، بس هي قاعده طول الوقت ورا الكاميرا بتقول لها انت بتستفزيني. فقلنا مدام هاله تقعد معانا بقى بنفسها. اتفضلي. تستفزك في ايه وحياتك شايفه ان في حاجه اسمها انتيم بنتي؟ لا انا معترض على انتيم بنتي تماما. بص بقى للكاميرا عشان الكلام ليهم على طول. انا معترض على انتيم بنتي تماما. ده من زمان يعني من بين عندي ثلاث بنات رافضه الموضوع ده نهائيا. كنت طول عمري بتتصرفي معاهم ازاي؟ كانوا بالنسبه هم بيعتبروني ان انا كنت ام شديده وصعبه ومش مريحه ليهم، يعني مش مبسوطين مني خالص. كانوا يحبوا نرمين اكتر مني عشان خاطر هي بتتفاهم معاهم في الموضوع ده، وانا كنت صعب اني اتفاهم، يعني رافضه الموضوع النهائي. طب يعني ليه؟ حتى مع الولد رافضه موضوع الانتيم او الصحوبيه الولد لبنت او البنت لولد. غلط. ممكن تتسبب في مشاكل بعد كده. تمام. علشان بس حاجه عكس حضرتك تماما بنروح لزينه. اتفضلي زينه. انت عندك ولد صاحبك انتيم. انت عندك كام سنه لو؟ انا عندي 19 سنه. انتيمك موجود من وانت عندك سن قد ايه؟ يعني لا كان عندي يعني 16 سنه كده.
فهمينا يعني ايه صاحبك الانتيم؟ يعني بتعملوا ايه؟ بتقعدوا بتتكلموا في ايه؟ ايه اللي بيحصل؟ يعني هو اللي بيفهمني مثلا لو في حد مثلا ولد تاني تفكيره مش كويس يفهمني ده ايه؟ دي حاجة تخليني اعرف انا بتعامل مع مين، ووجوده ده بيخليني اخد بالي من الولادة التانية لان هو بيفهمني. وبرضو بيبقى جنبي مثلا لو انا في مشكله اي حاجه، ده دايما بيساعدني بيخليني احس ان طبعا واخواتي وكده، ولو انا عرفته على اخواتي ده بيبقى احسن، وده اللي حاصل فعلا. بس كدا. بعد وقت كتير عرفتي على اخواتك مش على طول؟ لا لا على طول، ما هو عشان كلنا في المدرسه مع بعض فهم عارفين. انتيمك ده موجود معاكي بقاله كام سنه واسمه ايه انت قلتي؟ اشرف. موجود معاكي بقاله قد ايه؟ يعني من واحنا عندنا 16 17 سنه كده. يعني 4 سنين مثلا او حاجه مثلا 3 سنين حاجه كده. انتيمك ممكن يتحول يبقى حبيبك؟ يعني ده ممكن يحصل؟ لا هو معاه هو لا، بس قبل كده يعني ممكن. عارفين يا اشرف مفيش الكلام ده. طيب اوكي استاذنك نور اتفضلي، رايك ايه في الموضوع؟ هو انا طبعا عندي ثانيه. تمام نسال بس الاول زينة، لو اشرف حب ان هو يتقدم لك هتردي عليه تقولي له ايه؟ بص عملت لي كده، لا مفيش الكلام ده خالص مفيش. اخوات جدا. اتفضلي يا نور. انا اكيد عندي انتيم ولد يعني، بس من بدري قوي يعني من كي جي 2 واحنا بيست فريندز قوي، ولحد بقى مثلا ثالثه اعدادي، وبعدين انا رحت مدرسه وهو راح مدرسه، وبعدين اتقابلنا تاني في نفس الجامعه. يعني في 3 سنين في 3 سنين كنا بعاد عن بعض، بس رجعنا تاني كلوز يعني لحد الجامعه. يعني ايه ايه الاهميه انتيم في حياتك؟ يعني مثلا لو انا مثلا في حاجه مضايقاني احكيها لولد بس ما احكيهاش لبنت. ليه بالذات هو؟ زي ما يكون يعني حسيت ان هو على طول واقف في ظهري، لو في مثلا حاجه غلط يقول لي عليها، الولد ده مثلا شايفه مش كويس، هو يعرف الولاد اكتر مني. بتشوفي ان صحوبيه الاولاد احيانا الاولاد ساعات بيقولوا اجدع من البنات؟ اجدع من البنات. البنت ممكن تعمل معاكي حركات مش ظريفه، بس الولد يعني يعني بالذات لو هو تعرفيه من زمان هيخاف عليكي يعني. تمام تحيه للشباب الجدعان اللي احيانا بيكونوا اجدع من البنات. بنرجع لكم في الاستوديو مره ثانيه. دي ثقافة. شكرا ايناس انس وضيوفك او اللي استضافوا الستات النهارده اصحاب البيت. وكان في تعليق في الفاصل الاستاذ احمد ناصف بيقول انا الاستاذ اشرف ده بشكره قائم بدور الاخ والام والاب ما شاء الله جميل قوي. هنا بقى هنا هم اصحاب مش بيحبوا بعض. راجل يعني ما شاء الله هو ده الجيل الجديد بيفكر كده. احنا ليه مستهينه؟ ده مش صح يعني. ده صح تماما. وتيجي لما تقول لها هتتجوزيه سؤال مهم لسالته مفيده تقول لك لا طبعا الشباب ده بالظبط اتربى غيري وغيرك، فاحنا لازم نقيمه بطريقته ولازم نتعامله بطريقه دماغهم. البنات دول يعني بصراحه البنات دول مش بيعملوا حاجه غلط. البنات دول تفكيرهم في زمايلهم اخواتهم، احنا اللي هنبوظ طريقه تفكيرهم لما نبتدي نخور ونقول لها لا وينفع يجوزك. هم بيتعاملوا بدماغهم اللي احنا المساحه اللي احنا سيبناها لهم. بس استاذ اشرف راجل طبيعي بصراحه. دقيقه كلمه سريعه حضرتك استاذ محمد. الدماغ دي بتوصل لايه بعد كده؟ الدماغ دي بتوصل ان هي لما هتيجي تتجوز هتسال اشرف الاول اذا كان موافق عليه ولا مش موافق عليه، وبعد كده بعد ما لو اتجوزت واشرف موافق عليه مين قال كده كل مشاكلها هتحكيها لاشرف. اشرف هو اللي اشرف ده يبقى يعني حاجه جميله قوي. ولا لما هتيجي تتجوز هتتعرف على زوجته برده زي ما قال قبل كده هبه قالت. ولا لما هتيجي تتجوز هيبقى عندها قدره. ولا لما هتيجي تتجوز هيبقى عندها قدره في اختيار الزوج المناسب بناء على علاقتها باشرف ومعرفتها ان الولد ده ايه الصح وايه الغلط وازاي اتعامل معاه، فبالتالي هي تبقى زوجه صالحه. اشكرك يا مفيده خلصت دقيقه اخيره. شكرا ضيوفنا نورتونا مفيش كلمه اخيره شرفتونا ونورتونا. ونلتقي على خير ان شاء الله في شغل تاني ان شاء الله بعد الفاصل. والمطبخ ونيفين هتكون معانا ان شاء الله نعرف اخر اخبارها الفنيه.